الزيت على النار دي كانت السياسة اللي اتبعتها فرنسا منذ 40 سنة. كل ما كان أي حكومة تيجي تفعل أي شيء ضد الجماعات المتطرفة الفرنسية أو الجماعات الإخوان المسلمين التي متغولة في فرنسا، كان المعارضين يقولون أنت كده بترمي زيت على النار. فساب الوضع يتغول ويتكاثر، ووصلنا إلى يعني وضع أن هناك شفقات كثيرة من المجتمع الفرنسي بقى غير فرنسي. يعني انت في حتت في فرنسا ممكن تروحيها بتحسي ان انت ما بقيتيش في فرنسا، هاوية اخرى وثقافات اخرى ولغات اخرى وقوانين اخرى تطبق في هذه المناطق. فطبعا الوضع اصبح من اخطر ما يكون، لان طبعا كل الجمعيات المتطرفة ليست ارهابية، ولكن هي تكون يعني نوع من الطينة الذي يزرع عليها الحركات الإرهابية والحركات الإجرامية. فطبعا دلوقتي الحكومة بدأت تحس بالخطورة، لأن الشعب الفرنسي كله حاسس بهذا الخطورة، وقررت أن يعني تتخذ اتجاه حازم جذري ضد هذا الموضوع. بس في نفس الوقت الحكومة بتفعل من خلال قوانين جديدة. فإحنا كلنا نعلم هنا في فرنسا أن القوانين التي تسمح يعني بحل هذه المشكلة أو يعني بفعل سياسي عويص ضد هذه المشكلة موجودة. فلا نستدعي أن نتكلم كتير ويبقى الحملة فقط في حملة إعلامية أو حملة قانونية. الفرنسيين يطلبون سياسة حازمة وفعل حازم ضد هؤلاء الجمعيات التي تمول أيضا من بلاد أجنبية مثل قطر وتركيا. بص حضرتك، أي مواطن أو غير مواطن عايش في فرنسا بطريقة سلمية يحترم الهوية الفرنسية ويحترم المؤسسات الفرنسية بيعامل زي أي شخص. هنا لا يوجد أي نوع من التعصب أو لا يوجد أي نوع من الكراهية اتجاه البني أدمين في فرنسا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. والكلام اللي أنا سمعته من شوية الكلام ده غلط، لأن لو كانت فرنسا بلد تدعو بالإسلاموفوبيا أو تدعو بالعنصرية، لماذا ملايين من الناس من العالم العربي يريدون أن يأتوا ويعيشوا في فرنسا؟ هل أنت لو أنت عارفة أن في بلد متعصبة هل هتضحي بحياتك عشان تروحي تعيشي فيها؟ لا طبعا، الناس كلها تعلم أن فرنسا أرض سلمية وتعامل كل شخص كبني آدم. لكن إحنا لا نقبل أن عندما واحد يكون ضيف كغريب في البلد أو أكثر من ذلك يكون حامل للجنسية الفرنسية ولا يحترم الهوية الفرنسية ويريد أن يدمر الهوية الفرنسية ببعض اعتقاداته إن كانت دينية أو سياسية، طبعا هو بيخلق لنفسه عدوان من ناحية القوم والجمهورية الفرنسية. هذا ليس الحكومة الفرنسية، لا ليس غلط الحكومة الفرنسية بل غلط البني آدم اللي هو لا يحترم. ده أول شيء. تاني شيء، أنت كنت تتحدث على الرهبان. الرهبة دي واحدة مكرزة حياتها لربنا وعايشة في دير. هل المحجبات دول مكرزين حياتهم لربنا وعايشين في أديرة؟ هل دول يعتبروا ناس دينيين ومساكنين جوه جامع؟ لا طبعا، ده شيء وده شيء، ولا ينبغي عليك أن ترغبط وتأتي بمعلومات ضارة إلى رأي العامة. في جريمة وجريمة. أستاذ معاذ لو سمحت، سأعطيك الفرصة أستاذ معاذ، تفضل. في جريمة، في جريمة بتصيب وبتقتل، وفي جريمة بتجرح المشاعر لكن ليس تقتل، وهي دي جريمة معنوية ليست جريمة جسدية بتقتل بشر. ده أول شيء. تاني شيء، أنت طول النهار تتحدث عن التعايش وعن سلمية التعايش. هل هناك سلمية تعايش عندما كل ما نيجي نتكلم عن المسألة التطرف الإسلامي أو على مسألة ما مكان الإسلام في فرنسا تكلمنا عن حرب الجزائر؟ أنت كده بتحب تكب زيت على النار وكده بتشعل للناس وتفهمهم أن فرنسا كانت بلد مستعمرة
وبتدعي إلى سياسة انتقامية من اتجاه المسلمين، أنت تمثل خطر لفرنسا وتمثل خطر لأنك أنت متطرف بتحاول تطرف الآخرين تحت استطار أن أنت راجل يعني بتمثل نبقى في بدون توجيه أنت بتدعي إلى التطرف. لا، أنا أعتقد أن أي سياسة أو أي فعل يستهدف التطرف الإسلامي أول هدف له أن يحمي الجالية الإسلامية من المتطرفين. وأنا مستغرب خالص عن المناظر الأولاني اللي تحدث وقال من يعرف مين اللي متطرف ومين اللي مش متطرف وتكلم على حرب الجزائر. أنا لا أعتقد أن لما أنت يعني تجيب التاريخ وتجيب سفك الدماء بتاع التاريخ في الجيش في بالتاريخ الحرب الأهلية مع الجزائر، ده حل سلمي للمشاكل التالية. أما بالنسبة للوايت سوبريماسيست اللي أنت تحدثت معاها، أنا أريد أن أطرح لك سؤال: كم ميت من خلال الوايت سوبريماسيست في فرنسا من خلال الأربعين سنة اللي فاتوا؟ ولا واحد. كم ميت من خلال التطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي في فرنسا؟ مئات ومئات 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 من المنصبين أيضا. وماذا عن 133 جريمة التي ارتكبت بعد جريمة شارلي إبدو؟ 133 جريمة ارتكبت ولم يتكلم عنها ماكرون، ماذا عنها خلال أسبوعين فقط بعد حادثة شارلي إبدو؟ كان هناك 133 جريمة. الكلام ده غير مظبوط وما فيش أي حد. ارجع للصحافة، ارجع لمنظمة العفو الدولية. ما فيش أي حد. ليس أنا المصدر. ارجع لمنظمة العفو الدولية التي أدانت أيضا ازدواجية المعايير التي يعتمدها ماكرون وحكومته. في فرق ان انت بتسمي جريمه عندما واحد احمق بيطلق حته لحمه خنزير سوري اللفظ على مسجد، انت بتسميه جريمه. انا بسمي الجريمه لما واحد يخش بكلاشنيكوف ويضرب بالنار عشرات البرقه ويصيب عشرات البرقه، هي دي الجريمه.